لا ولي ماي لبس طالب. طالب طالب بده يشرح لنا اليوم عن تاج محل اللي هو الموقع اللي بناه اللي ايوه قايد اللي هو بناه شاه جيهان. طبعا كان المفروض عامر بيك ساعدني. السلام عليكم. بس عامر معلوماته شوي عقده فنستعين بالدليل. يعني هاي الاشجار والحدائق ومثلها واكثر كانت هي التي يلقي عليها نظره عند زيارته لقبر زوجته اللي انشأ هناك اللي هو اسمه تاج محل. نحن الان نقف مقابل تاج محل او قبر ممتاز. ارجوبن بانو بيغم فولم ارجوبن بانو ارجوبن ارجوبن. Now you can see the all the top white marble colorful stone. This is not painting, this are semi precious and precious. I know it's not painting, it's real stone. Yes, because if this painting, you know, around 400 years before Taj Mahal made, yeah, all is fake, all fake. But this is a stone, that's why look like a sap. Yeah. And this stone is very difficult to work. في طريقك إلى تاج محل بتمر بجانب أو عبر الرويال جيت أي البوابة الملكية. والبوابة الملكية زي ما أنتم شايفين مزدانة بالنقوش والآيات القرآنية والأدعية، وزي ما حكينا وحكى الشاب الدليل إنه كلها حفر وتنزيل أحجار كريمة صعب التعامل معها وغالية الثمن تتطلب أعمال كبيرة، لكن كانوا يحفروا لها في الرخام اللي هو أصلاً كمان غالي وينزلوها فيه من باب الترصية. زي ما حكينا شاه جيهان كان إمبراطور مذواق. بين تاج محل والبوابة الملكية ظهرت بالصورة أخيرا يوجد نوافير مائية في مسيل أشبه بالنهر خلف حديقة. Reason of the make this, you know, because in the old time Taj Mahal start 16th century, so 16 gardens, 53 century compared to 53 pounds. على سيرة الزمان والدلالات، لما خطب شاه جيهان، طبعا ما قال ليش المعلومة هاي أنا بعرفها لأني شاطر، لما خطب زوجته ممتاز لم يتزوجها مباشرة، لكن كان عنده وزير للتنجيم نصحه بتاريخ مختلف، يعني بعد 5 سنوات من الخطوبة حتى تزوجها. استمرت الخطوبة 5 سنوات في ذلك الوقت وهو أمر غير اعتيادي، لكن حسب نصيحة المنجم الذي كان وزيرا لهذه الشؤون عنده نصحه بأن يتزوجها بعد 5 سنوات من الخطوبة لكي يكون زواجا سعيدا ومثمرا. وصولك بقليل لتاج محل يوجد على يمينك ووتر بالاس، يوجد هنالك المتحف على الناحية الشمال وكان يسمى متحف أصلا يعني، وهم متطابقان بالشكل. منزل الزوار زي ما انت شايف بناء مزين بنفس الطريقة. بدي اقرب شوي لتقدر تشوف الحجر المنزل، وهذا انا بعرف قيمته لانه بنشتغل فيه. يعني بالعصر الحالي الحديث مع تطور الصناعة مكلف جدا ومتعب جدا. يعني شوف مثلا هون كيف ببين بشكل واضح كيف القص و الشغل كيف كان يكون. طبعا هذا كله منحوت، والسقف شوف كيف نزل وانطعم. هذا كله بس منزل الزوار. منزل الزوار مش بس الجدران، حتى الارضيه. انه هذا كله بلاط الارضي، النقوشات اللي انت شايفها هذا من عمر القصر. This is what? This is looking old time. 400 years. 400 يعني تقدر تقول 400 سنة. قبل 400 سنة في الهند كان الإمبراطور يبلط أرضيات قصوره بهذا الشكل. طبعا هذا البلاط الخارجي، هاي ساحة زي ما انت شايف، ساحة خارجية. رجاني كيف انه الشغل القديم كيها بنركز كيف الشغل القديم هذا هو. لكن هون راح تلاحظ مباشرة إذا عينك مدربة راح تلاحظ انه هذا مجدد، هذا الشغل الجديد اللي بنقدر نشتغله اليوم وهذا الشغل القديم. Action stone come from Fatehpur Sikri. Aha. This is for the white Makrana marble come from Rajasthan, Jaipur.
This is for the black onyx, come from Belgium. هذا الأسود، هذا الأسود جابوه من بلجيكا. يعني الإمبراطور جاب هذا الرخام من بلجيكا. أوكي. وهاي كلها نقوشات في الصخر الرملي. نهر اليمنري، نهر عظيم، طبعا هو الآن اضمحل وانحصر، وكان بخطط يبني تاج محل ثاني أسود هناك في هذيك القطعة بجزء مبين بالكاميرا اللي هي فيها شوية طوب أحمر، كان مخطط، لكن اللي حصل إنه ابنه انقلب عليه وحبسه لمدة 9 سنوات واستولى على الحكم ابنه أورنجيب. ويتم لغاية الآن استدعاء اسم أورنجيب الحاكم الفاسد لتبرير هدم المساجد واضطهاد المسلمين والتمييز ضدهم، حيث إن أورنجيب لما استلم الحكم بعد ما حبس والده وقتل إخوانه، ولتغطية ذلك وتبريره أو تحسين صورة نفسه لأعلم الدوافع، قام بهدم معظم إن لم يكن كل المعابد الهندوسية والبوذية ولمختلف الديانات الأخرى، هدمها. ويتم التحجج بما فعله أورنجيب لغاية الآن لتبرير التمييز والاضطهاد والعنصرية تجاه المسلمين، ويأتي ذلك أصلا ردا على أن والده كان في سلوكه منحل نسبيا ولم يكن متدينا، يعني ما بين التساهل والتشدد، حيث أنه شاه جيهان والده كان يؤسس لدين إلهي بكل بساطة، هو دين جديد بعقيدة جديدة منحرفة طبعا، ولكن هذا تطرف وهذا تطرف وكلاهما أسوأ من الآخر. زي ما حكينا على يمين تاج محل، هاي تاج محل عشان تكون الصورة واضحة، كما هي عادة المساجد المغولية ما نافورة للوضوء. أوصف لك ضخامة البناء هذا وضخامة القبب وضخامة الشغل، ما راح تقدر تستوعب إلا لما تكون في الموقع. أرقام أو أحجام مخيفة إذا بتخلي بالاعتبار أنه نحن نحكي قبل 400 سنة. 100 feet يعني 33 متر من الارتفاع. هذا المسجد اللي حكينا عنه بدي أدخل فيه شوي أشوف العظمة والقدرة اللي كانت متوفرة للإمبراطور. إذا بتتساءل من وين يعني هاي الثروات، الهند طول عمرها مقصد تجاري بيشتري منها العالم كله البهارات، وهذا السبب. تخيل إنه البهارات ومطيبات الطعام كانت سبب لاحتلال الهند من قبل بريطانيا ومحاولات من البرتغال، فكانت الدولة ثرية، يعني في تعامل تجاري عالي، وطول عمرها خصبة وأعداد المواليد فيها عالي جدا، بالتالي الإنتاج عالي. هذا الإنتاج العالي كان يأخذ نصفه شاه جيهان يجبيه وينشئ فيه عمارات من هذا الطراز. طبعا من ضمن الأمور إشي للناس، يعني نشوف مثلا عشان أكون واضح شوي، هذا اللي أنا حاطس بي عليه اللي هو الصخر الرملي، هذا حجر، هذا رخام، هذا مش قطعة واحدة، مش لون، يعني بتشوفه أنت الآن هذا محل ما بيصلي المصلي، مش قطعة واحدة، هذا شغل مقصقص مشغول منحوت باليد بحيث ينشئ هاي التفاصيل. طبعا الجدران نفس الشيء مزينة بنفس الآلية ونفس الفكرة، بالصخر الرملي وبالرخام ومطعمة بالأحجار الكريمة. طبعا الارتفاعات مخيفة، أتوقع ما راح أقدر أوضحها بالصورة، لكن قدر الإمكان بحاول أجيبها. يعني شوف كيف التقلبات الحياة وتقلبات الحكم، إنه عقب ما بنى أو صمم هاي البنايات كلها وحسن من وضع الهند والاعتبار للهند، لأنه هاي العماير كان الهدف منها ليس السكنة أو التجارة، بهدف تعكس صورة اعتبارية وترفع مكانة الهند بين الشعوب وبين زوارها. يعني كل إشي مرتب لزائر الهند إنه لما يجي يتفاجأ ويندهش بعظمة الهند في هذيك العصور. تخيل إذا الآن للأمانة أنا مندهش و يعني مش قادر أعبر حتى من شدة الجمال وشدة الإتقان في العمل والأحجام. يعني حقيقة كان يتعمد تكون الأحجام وارتفاعات عالية جدا. حاولوا صورها، هاي القبة اللي فوقنا، هاي بدون اسمنت، بدون أتوقع فيها حديد بس مش كثير، بتقنيات البناء اللي كانت متوفرة في هذاك العصر. فالجامع مباشرة شو فيه، لأنه كله مصمم محاول وسلامة الموقع اللي بتمشي عليه.
من شدة احترامهم طبعا للموقع، هم عارفينه شو أهميته عالميا، فللدرجة هاي ممنوع تفوت إلا لابس في رجليك جرب اتوالانا الموقع بالطريقة. طبعا المنظر عن قرب بعيد وبكرر مختلف تماما عن الكاميرا، يعني قديش شفتها في صور وتصويرات، للأمانة منظرها مخيف جدا رائع جدا، بتحس بالتعب، بتحس يعني قد الناس تعبت، مش انه تتعبان، بتحس قد الناس تعبت، قد بذل جهود في سبيل اتمام هاي التحفة المعمارية. طبعا هي سلسلة تحف معمارية مش تحفة واحدة، يعني هذاك اللي صورته قبل شوية جامع، وهذا بيت الزوار، وكل شيء هنا مزين بطريقة عجيبة. طبعا المغول او الامبراطورية المغولية هي مجموعة قبائل تحالفت اخيرا وكانت بدها تغزي العالم، الكل عارف القصة، ولكن اللي بجوز الناس متبلوش انهم روحوا مسلمين. لما روحوا ما كانش اسلامهم طبعا يعني 100%، كان في عندهم مظاهر تشدد وغلظة وسلوك شوي تعبان، وعندهم بدع كثيرة، كان لغاية الان في بدع يعني بتلاحظها بكل سهولة. الجدير بالذكر انه المآذن المحيطة في القبر مائلة هندسيا درجتين الى الخارج، بحيث اذا حدث زلزال او هزة ارضية ما تسقط باتجاه المبنى بل تسقط الى الخارج، وهذا تم رصده رغم انه انت ما تقدر تشوف بالعين المجردة هذا الميلان لكنه موجود. لما نيجي على المدخل نتوجه باتجاه القبر، طبعا تم لاحقا قبر الزوج بجانب زوجته حسب وصيته وحسب ترتيبه، تقدر تشوف انه مدفونين بجانب بعض في برضو تحفة فنية منحوتة باليد. كل ما دخلت لجوه بتبلش التفاصيل تتكثف، بتشوف على رأي إخوتنا المصاروة الصرف باين يعني شيء عجائبي، أحجار كريمة منزلة في الرخام بشكل فني فظيع، يعني فظيع حقيقة فظيع. تسمع القصص كيف الناس كانت تعمل وتتصرف وكيف المشاعر الإنسانية في كل زمان هي واحدة. 50% من ما كانت تجني الهند كاملة بين التوابل والمصنوعات والجلود وتصدير والاستيراد كله على ذاك الزمان، لأنه كانت لما تطلع قافلة البهارات والتوابل تيجي على المنطقة هاي هي محملة بثروة، الشعوب تجيب أثمن ما عندها تبدله بمنتجات الهند. سير هذا بئر الميت